ربك يمنحها شهدا وحفاوة، فتزيد ورودا وتلاوة، وتراها عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج وإن عليه لطلاوة. كنا في الحلقة الماضية قد أنهينا الحديث عن مخرج اللسان، ومخرج اللسان هو مخرج رئيس من خمسة مخارج رئيسة، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. كنا قد ذكرنا أن مخرج الجوف وهو مخرج مقدر، لأن الحروف التي تخرج منه لا تعتمد على حيز معين. هذا المخرج وهو مخرج الجوف تخرج منه ثلاثة أحرف، وهي الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها. أيضا تكلمنا عن مخرج الحلق، وكنا قد ذكرنا أن الحلق يحوي مخارج خاصة، يعني ضمن هذا المخرج الذي هو مخرج عام رئيس ضمنه مخارج خاصة. عندنا أدنى الحلق وهي منطقة الوترين الصوتيين، ويخرج منها حرفان هما الهمزة والهاء، ووسط الحلق وهي منطقة لسان المزمار ويخرج منها حرفان وهما العين والحاء، وأدنى الحلق وهي منطقة جذر اللسان ويخرج منها حرفان هما الغين والخاء. هذه الحروف التي تخرج من الحلق تسمى بالحروف الحلقية، لأنها طبعا تخرج من الحلق. والحروف التي تخرج من الجوف تسمى بالحروف الجوفية، لأنها تخرج من الجوف وهو خلاء الفم والحلق، وتسمى أيضا بالحروف الهوائية لأنها تنتهي إلى الهواء. المخرج الثالث الرئيس هو مخرج اللسان. قبل أن نذكر الحروف التي تخرج من اللسان، أذكركم بأجزاء الفم ومسمياتها. قلنا أن اللسان أقصاه هذه المنطقة، طبعا عندنا جذر اللسان، بعده عندنا أقصى اللسان، عندنا وسط اللسان، وعندنا طرف اللسان. هذه المنطقة حافة وهذه المنطقة حافة، هذه هي أقسام اللسان: جذره، أقصى اللسان، وسط اللسان، وطرف اللسان، وحافة يمنى. طبعا الحافة اليمنى بالنسبة لي هي الحافة اليسرى بالنسبة لكم، الحافة اليمنى والحافة اليسرى، هذه هي أجزاء اللسان. الحنك الأعلى أو سقف الحنك أو غار الحنك الأعلى كلها عبارات متكافئة. هذه المنطقة هي أيضا تقسم إلى أقسام. عندنا آخر منطقة من الحنك الأعلى هي اللهات، وهي اللحمة المتدلية التي نراها إذا فتحنا أفواهنا أمام المرآة مثلا. عندنا الحنك اللحمي أو الحنك الرخو، بعده إلى جهة مقدمة الفم عندنا الحنك العظمي أو الحنك الصلب، وعندنا مقدم الحنك، وعندنا اللثة وهي اللحم النابت حول الأسنان. هذه هي أجزاء الحنك الأعلى: اللها، الحنك العظمي، الحنك اللهات، الحنك اللحمي الرخو، الحنك العظمي الصلب، ومقدم الحنك واللثة.
الآن لو لمستم أيها المباركون بألسنتكم غار الحنك الأعلى، ستجدون أن آخر منطقة من الحنك الأعلى هي منطقة رطبة، منطقة رخوة، هذا هو الحنك اللحمي. لو تقدمنا قليلا إلى جهة مقدمة الفم سنجد أن المنطقة أصبحت صلبة، وهذا هو الحنك العظمي، بعده مقدم الحنك واللثة. أيضا الأسنان لها أسماء، عندنا أول سنان من فوق ومن أسفل تسمى بالثنايا، يعني عندنا ثنيتان، نقول ثنايا مجازا، ثنيتان في الأعلى وثنيتان في الأسفل، ثم سن على اليمين وسن على اليسار، يعني سنان من فوق ومن أسفل تسمى بالرباعيات ومفردها رباعية، ثم عندنا الأنياب، سنان من فوق وسنان من أسفل، سن على اليمين وسن على اليسار، ثم عندنا الطواحين أو الطواحن، ثلاث أسنان إلى اليمين وثلاث أسنان إلى اليسار، يعني ستة من فوق وستة من أسفل، ثم عندنا النواجذ ومفردها ناجذ، وهما سنان، سن على اليمين وسن على اليسار من أعلى ومن أسفل. طبعا جمعها الصرصري بقوله ثنايا الفتى ورباعيات وأنياب الفتى كل رباع وأربع الضواحك، نحن نسينا الضواحك، بعد الأنياب عندنا الضواحك، اثنان من فوق واثنان من أسفل، واحدة على اليمين وواحدة على اليسار، يعني من فوق ومن أسفل، اثنين اثنين، وأربع الضواحك ثم ست وست في طواحينها انتفاع، وأربع النواجذ ما لماض إذا عري الفتى عنها ارتجاع. هذه هي الأسنان. فمخرج اللسان وهو مخرج الرئيس، عندنا أقصى اللسان، وقد عرفنا ما هو أقصى اللسان، مع الحنك اللحمي يخرج حرف القاف، أقصى اللسان مع الحنك اللحمي والحنك العظمي معا يخرج حرف الكاف. القاف والكاف تسمى بالحروف اللهوية لأنها تخرج قريبا من اللهات. عندنا وسط اللسان تخرج منه ثلاثة أحرف، وهي الجيم والشين والياء غير المدية، وهذه الحروف تسمى بالحروف الشجرية لأنها تخرج من شجر الفم، أي ما بين اللحيين. عندنا طرف اللسان وعندنا حافة وحافة، من الحافة اليمنى أو الحافة اليسرى مع ما يجاورها من الأضراس العليا يخرج حرف الضاد. من أدنى حافة اللسان من هنا يعني إلى منتهى طرفه إلى هنا، من أدنى حافتي اللسان، من أدنى حافتي اللسان إلى منتهى طرفه، يعني هذه المنطقة مع ما يحاذيها أو ما يحاذيهما، لأننا عندنا حافتين، حافة يمنى وحافة يسرى، من الحافتين معا مع ما يحاذيهما من الحنك الأعلى يخرج حرف اللام. أدنى من مخرج اللام بقليل يخرج حرف النون، قريبا من مخرج النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من اللثة يخرج حرف الراء، واللام والنون والراء تسمى بالحروف الذلقية لأنها تخرج من ذلق اللسان أي من طرفه. عندنا الطاء والدال والتاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا وتسمى بالحروف النطعية لأنها تخرج من نطع الفم وهو الجلدة المحززة التي فوق اللثة. عندنا الصاد والزاي والسين وهي حروف الصفير تخرج من طرف اللسان أو من منتهى طرف اللسان، يعني من رأس اللسان مع أسفل الصفحة الداخلية للثنايا السفلى. وعندنا الظاء والذال والثاء وتسمى بالحروف اللثوية لأنها تخرج قريبا من اللثة، هذه الأحرف الثلاثة تخرج من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الطرف على الطرف. بهذا نكون قد أنهينا الحديث عن مخرج اللسان، ذكرنا كل المخارج وشرحناها وبيناها شرحا وافيا بفضل الله جل وعلا في الحلقات الماضية. اليوم إن شاء الله نشرع في الحديث عن المخرج الرابع الرئيس وهو الشفتان. الشفتان تخرج منهما أربعة أحرف، وهي الفاء والواو غير المدية والباء والميم.
الفاء والواو غير المادية لأن الواو المادية تخرج من الجوف، والباء والميم. اليوم نتكلم عن حرفين من هذه الأحرف الأربعة ونرجئ الحرفين الأخريين للحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. الفاء تخرج من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. طبعا عندنا شفتان، شفة عليا وشفة سفلى. الشفة السفلى هذه الذي ترونه منها هو ظاهرها، أما الجزء الذي لا يرى من الداخل هذا هو باطن الشفة السفلى. باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، وقد عرفنا ما هما الثنايا العليا، قلنا هما السنان اللذان في مقدمة الفم، عندنا ثنيتان من أعلى وثنيتان من أسفل. الثنايا العليا أطرافها مع باطن الشفة السفلى يخرج حرف الفاء، أف فا في فو. طبعا إذا أردتم أن تعلموا مخرج حرف معين يعني ائتوا بهذا الحرف وانطقوه ساكنا، انطقوا الفاء ساكنة، أف. لاحظوا كيف أن أطراف الثنايا العليا قد قرعت باطن الشفة السفلى، أف فا في فو. نرى مخرج حرف الفاء موضحا من خلال هذه الصورة التي سنراها إن شاء الله على الشاشة. لاحظوا كيف أن أطراف الثنايا العليا قد قرعت ولامست باطن الشفة السفلى، من هذا المكان يخرج حرف الفاء. نرى أيضا على اللوحة مخرج حرف الفاء مكتوبا، لو من الممكن المخرج يخرج لنا اللوحة. مخرج الفاء نرى أنه قد كتب على اللوحة من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. الثنايا العليا هما السنان اللذان في مقدمة الفم، نقول ثنايا مجازا، إنما هما ثنيتان، ثنيتان من أعلى وثنيتان من أسفل. نخرج لفاصل قصير نتكلم بعده إن شاء الله عن مخرج حرف الواو غير المادية، فحياكم الله. إذاعة تناصح المسموعة، منبر لكل نصح. يمكنكم متابعة إذاعة التناصح المسموعة بحلة جديدة وباقة ممتعة من البرامج المباشرة والمسجلة الاجتماعية منها والثقافية والتربوية، والتي نسعى من خلالها لطرح ومعالجة أبرز القضايا التي تهم كل فرد من أفراد المجتمع. ويمكنكم متابعتنا على الترددات الآتية: إذاعة التناصح المسموعة المنطقة الغربية عبر الأثير 102.1 FM، إذاعة التناصح المسموعة مدينة زليط والخمس ومسلاتة عبر الأثير 89.3 FM، كما يمكنكم المشاركة في البرامج المباشرة عبر الرقم 021-334-7405. إذاعة التناصح المسموعة، منبر لكل ناصح. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. مادتنا العلمية في هذه الحلقة كما ذكرنا ذلك قبل الفاصل هي مخرج حرفي الفاء والواو غير المادية،
وكنت قبل الفاصل قد شرحت مخرج حرف الفاء، وراجعنا أيضا مخرج اللسان الذي هو مخرج رئيس يحوي 10 مخارج خاصة. الواو غير المادية تخرج من بين الشفة العليا والسفلى. الواو غير المادية تخرج من ضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع في أقصى اللسان. لاحظوا، قلت مع ارتفاع في أقصى اللسان من غير تقعر في وسط اللسان، لأن الواو ليست بحرف مفخم، ليست من حروف الاستعلاء. فالفرق بينها وبين حروف الاستعلاء أن حروف الاستعلاء صحيح أن أقصى اللسان يستعلي ويرتفع إلى أعلى، لكن هناك أيضا تقعر في وسط اللسان، بينما الواو يرتفع فيها أقصى اللسان ولا يتقعر وسطه. الواو تخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع في أقصى اللسان، هكذا أو ووي و أو. لاحظوا، انضمام للشفتين إلى الأمام وارتفاع في أقصى اللسان من غير تقعر، ويمر الصوت من بين الشفة العليا والشفة السفلى. نرى هذا المخرج موضحا من خلال الصور. في هذه الصورة أو في هاتين الصورتين اللتين نراهما على الشاشة تبين مخرج الواو غير المادية. لاحظوا في الصورة التي جهة اليمين كيفية انضمام الشفتين إلى الأمام، يعني كهيئة التقبيل تماما، نضم الشفتين إلى الأمام طبعا مع بقاء فتحة بينهما يمر منها الصوت. أما الصورة التي على جهة اليسار، لو من الممكن الأخ المخرج يعيد لنا الصور. الصورة التي على جهة اليسار لاحظوا كيف أن الشفتين، يعني كيف حدث انضمام إلى الأمام. لاحظوا أيضا توضع اللسان، لاحظوا كيف أن اللسان أقصاه قد ارتفع إلى أعلى. أيضا لاحظوا في الصورة لا يوجد تقعر في اللسان، إنما هو فقط ارتفاع في أقصى. فالواو غير المادية كما نرى من خلال اللوحة التالية هي تخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام. لو من الممكن المخرج يخرج لنا اللوحة التي تبين المخرج. مخرج الواو غير المادية بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع في أقصى اللسان. هذا هو مخرج الواو غير المادية. طبعا أنا أقول الواو غير المادية لأن عندنا واو مادية. هذا التفريق من حيث المخرج بين الواو المادية والواو غير المادية سببها الإمام الخليل، الخليل بن أحمد الفراهيدي، عبقري اللغة، هكذا تبدى له. قال إن حروف المد الثلاثة تخرج من الجوف، الواو الساكنة المضموم ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والألف الساكنة المفتوح ما قبلها. قال إن هذه الحروف تخرج من الجوف، هكذا تبدى له رحمه الله. لكن لو نظرنا إلى هذه المسألة من الناحية العملية، هل يستطيع الواحد منا أن ينطق واوا مادية من غير أن يضم شفتيه؟ يعني مثلا قالوا أو يقولوا، قالوا، هذه واو مادية، واو ساكنة مضموم ما قبلها، هل يمكن للواحد منا أن ينطق واوا مادية من غير أن يضم شفتيه؟ لا يمكن هذا، لا بد له من أن يضم شفتيه. طبعا هل يمكن للواحد منا أن ينطق واوا غير مادية من غير اهتزاز للوترين الصوتيين في الحنجرة؟ لا يمكن هذا. جربوا مثلا انطقوا واوا ساكنة أو وضعوا أصابعكم هنا جهة الوترين الصوتيين، ستلاحظ أن هناك ارتجاف. فلا يمكن أيضا أن ننطق واوا غير مادية من غير
اهتزاز للوترين الصوتيين في الحنجرة. طبعا هذا الأمر، لذلك لما جاء تلميذ الخليل رحمه الله سيبويه ومن جاء بعد سيبويه كقطرب والجرمي والفراء لم يتكلموا عن مخرج الجوف، لم يتكلموا عن مخرج الجوف أبدا، وإنما جعلوا الواو المادية مع الواو غير المادية من الشفتين، وجعلوا الياء المادية مع الياء غير المادية من وسط اللسان، وجعلوا الألف مع الهمزة من أقصى الحلق. بعض علمائنا حاول أن يوفق بين كلام الأئمة. الخليل بن أحمد قال إن حروف المد تخرج من الجوف، والجوف هو خلاء الفم والحلق. تلميذه سيبويه ومن جاء بعده قال إن حروف المد بالنسبة للألف هي تخرج مع الهمزة من أقصى الحلق، بالنسبة للياء المادية تخرج مع الياء غير المادية من وسط اللسان، بالنسبة للواو المادية تخرج مع الواو غير المادية من الشفتين. فحاولوا أن يوفقوا بين كلام هؤلاء الأئمة، فقالوا الواو المادية العمل فيها أكثر للجوف، فلغلبة جزء الجوف عدت أنها تخرج من الجوف. أما في الواو غير المادية قالوا إن جزء الشفتين يغلب، فبما أن جزء الشفتين يغلب فعدوا الواو غير المادية أنها تخرج من الشفتين. طبعا هذه كلها محاولة للتوفيق بين كلام الأئمة رحمهم الله جميعا. الذي يعنينا، وكما ذكرت لكم في أول حلقة لما تكلمنا عن مخارج الحروف، قلنا لكم نحن سنذهب على مذهب ابن الجزري رحمه الله، لأن ابن الجزري رحمه الله قلنا لكم أنه أنشأ مذهبا من مجموع مذهبي الخليل رحمه الله وسيبويه رحمه الله، فأنشأ مذهبا أخذ فيه نسبة الخليل رحمه الله، أو نسبة ما فعله الخليل من أنه نسب حروف الجوف هي حروف المد الثلاثة إلى الجوف، وأبقى بقية المخارج على مذهب سيبويه رحمه الله، فأخذ من مذهب الخليل مخرج الجوف وأبقى بقية المخارج على ذات الترتيب الذي ذكره سيبويه رحمه الله، فجعل المخارج 17 مخرجا. فدائما كما لاحظتم نحن نفرق بين الواو المادية والواو غير المادية، نفرق بين الياء المادية والياء غير المادية. هذا التفريق كما أسلفت سببه الإمام الخليل رحمه الله تعالى. نكتفي بهذا القدر من المادة العلمية، وأرجو ألا أكون قد أطلت عليكم، وأنبه يعني مسألة الكلام الذي ذكرناه في الأخير، مسألة سبب التفريق وكلام الخليل وكلام سيبوي، يعني ربما يكون في شيء من الدقة، من الدقة لا تهتم به كثيرا. الذي يعنينا أن الفاء تخرج من طرف الاسمع من باطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، والواو تخرج بانضمام الشفتين إلى الأمام مع ارتفاع في أقصى اللسان. هذا الذي نريد أن نخرج به من هذه الحلقة. أما سبب التفريق بين الواو المادية وغير المادية والياء المادية وغير المادية فلا تعيروه اهتماما ولا تهتموا به. تلاوتنا المنهجية هي الصفحة 80 بعد 133 من الآية 37 إلى الآية 46 من سورة النمل. أتلو وبعد ذلك كما هي عادتنا في كل حلقة نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء
سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. صدق الله العظيم. إن شاء الله نسر ونسعد بتلقي اتصالاتكم على الأرقام التي ستظهر أسفل الشاشة إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا.
من القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات. تزهو بك السماوات وتنتشل الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم من جديد. الهواء مفتوح لكم لمن أراد أن يسمعنا قراءته ولمن أراد أن يسألنا في علم التجويد على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. وتلاوتنا المنهجية كما قرأنا قبل الفاصل هي الصفحة 83 من الآية 37 إلى الآية 46 من سورة النمل. معنا أول متصلة وهي الأخت مريم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا مريم اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مريم لو سمحتي أخفضي صوت التلفزيون واسمعيني من سماعة الهاتف بسرعة إذا سمحتي. بسم الله الرحمن الرحيم. أما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم ببنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه
مسلم ومن كفر فإن ربي غني كريم. حسبك. قال نكر. حسبك. بارك الله فيك يا مريم، ما شاء الله تلاوتك متقنة، زادك الله توفيقا. لي عليها ملاحظة واحدة أرجو أن تنتبه إلي. هناك شيء في علم الأصوات اسمه النبر، أنا كنت قد شرحته في الدورة التجويدية الأولى. النبر هو الضغط على مقطع أو حرف معين بحيث يرتفع الصوت في هذا الحرف بمستوى أعلى مما جاوره من الحروف. هذا النبر يا مريم له مواضع معينة قد جمعها شيخنا العلامة الدكتور أيمن سويد وفقه الله وحفظه في رسالة هي موجودة حتى على الإنترنت لمن أراد أن يقرأها، وهي مطبوعة أيضا، فبإمكانك وبإمكانكم أيها المباركون يعني أن تقرأوا هذه الرسالة. طبعا الكلام عن النبر يطول، ارجعوا لهذه الرسالة، لكن الذي أريده أنت تستخدمين النبر في مواضع ليست بمواضع نبر. مثلا أنت لما قرأت الآن قوله تعالى فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، أنت قرأت هكذا خير مما آتاكم فنبرت الياء، والياء هنا لا يعني لا داعي للنبر فيها، هي ياء ساكنة، هي من حرف رخو يعني لا داعي لضغطه، خير مما آتاكم. أيضا بل أنتم، أنت قرأت هكذا بل أنتم، لماذا الضغط على اللام؟ اللام هي حرف بيني من حروف لن عمر، يعني نعطيه زمنه، وزمنه بيني يجري فيه الصوت جريانا وسطا. فالنبر، حلقة النبر حينما شرحته أنا هي موجودة على يوتيوب، على قناة التناصح على يوتيوب لمن أراد أن يرجع إليها. أيضا هناك بحث للدكتور أيمن سويد وفقه الله أيضا يرجع إليه لكي يعني تعلمون مواطن النبر وتتعرفوا على النبر من حيث التعريف وفي اللغة وفي الاصطلاح ونحو ذلك. معنا من؟ علي، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير ما آتاكم بل أنتم بهديتي تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بسنور لا قبل لهم ولنخرجنهم أذلتهم وهم قال يا أيها الملأ أيكم أبدل الهمزة الثانية، أبدل الهمزة الثانية واوا خالصة. قال يا أيها الملأ ويكم تعرفها قبل أن يأتي. قال عفري فلي فما آتيت بي قبل أن تقوم حقام فوائد وإن علي أقوي. حسبك يا أخي علي، والله وددت لو سمعت منك أكثر، لكن يبدو أن المكان الذي أنت فيه التغطية فيه ضعيفة. كما بدت لي قراءتك هي قراءة جيدة ومتقنة، طبعا كان الصوت غير واضح. الذي يعني أدركته من قراءتك والملاحظة التي أريد أن أنبهك لها هي مسألة أزمنة الغنن، أنت تساوي في الغنة من حيث الزمن بين النون المشددة والمدغمة والميم المشددة والمدغمة وبين الميم والنون المخفاتين. حينما تكون عندنا نون مفخمة، نون مدغمة ليست هناك نون مفخمة إطلاقا، نون مدغمة أو ميم مدغمة أو نون مشددة أو ميم مشددة، فالغنة تكون فيها كاملة أكمل ما تكون، طويلة أقل من هذا الزمن بقليل
يكون في النون والميم المخفاتين. ننتبه لهذا بارك الله فيكم. معنا الأخ محسن، حياك الله يا أخي، أهلا وسهلا. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. تفضل يا أخي محسن اقرأ. بأي رواية ستقرأ؟ اليوم عندي سؤال، قلت لك يا شيخ باسم البحث اللي عمله الشيخ أيمن السويد في المواطن التي يجوز فيها النبر، عشان نستفيد منها إذا كانت موجودة على الفيس أو على موقع جوجل. معلش. نعم. أخي محسن، هو البحث موجود، يعني لو كتبت في خانة البحث على جوجل اكتب أيمن سويد النبر سيخرج لك، أيضا هناك شرح كامل له على يوتيوب إن شاء الله. النبر فقط واكتب اسم الشيخ. انقطع الاتصال مع الأخ محسن. طيب، عندنا الخلف أو عندنا اتصال، من؟ نعم، هي أخت، تتفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أختي، أهلا وسهلا بك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أختي الكريمة، لو سمحتي، عفوا. من الشيطان الرجيم. عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخفض صوت التلفزيون. أخفض صوت التلفزيون واسمعيني من سماعة الهاتف لو سمحتي. حاضر حاضر. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ ويكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال. لا تفخم الهمزة. قال نعم. فلما رآه، ولا نقول رآه، الهمزة حرف مستفل لا تفخمه العرب أبدا. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سهل الهمزة الثانية. أأشكر أم أكفر. فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. حسبك، بارك الله فيك. معنا الأخ محمد، السلام عليكم. أهلا وسهلا. أنا أحمد من بنابل. أهلا وسهلا، تفضل بالقراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحي يوحى، انتبه للغنى. وحي يوحى علمه شديد القوى كان رجل فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى وكان قاب قوسين أو أدنى. أو أدنى، انتبه للهمزة. أو أدنى، لا قلقل الدال. أو أدنى. أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. ما زاغ، ما زاغ البصر ما كذب الفؤاد ما رأى. حسبك حسبك حسبك، بارك الله فيك يا محمد، عذرا لأن وقت الحلقة ضاق عنا، نسأل الله أن يوفقك وأن يفتح لك. اهتم بأحكام التلاوة أكثر، واطلب من شيخك الذي يحفظك القرآن يعني أن يهتم لك بشكل أكثر بأحكام التجويد وأحكام القراءة. أختنا من أباري المتصلة التي سبقت محمد، انتبهي لحروف الاستعلاء، عندنا 7 أحرف وهي خص ضغط قض، هذه الحروف مستعلية مستحقها التفخيم، نقول قال ولا نقول قال قا، هذه الحروف 7 حينما ننطقها يتجه الصوت إلى قبة الحنك الأعلى، يتجه الصوت إلى أعلى هكذا، قا ضا ص أص أق أض، فانتبهي لهذا. أيضا لما وقفت على قوله تعالى أنا آتيك به، أنت وقفت هكذا أنا آتيك به به ب، هذه ليست بكسرة، الكسرة الصحيحة أنا آتيك به ب، فانتبهي في الحرف المكسور نخفض الفك السفلي إلى أسفل ويرتفع وسط اللسان. رآه، انتبهي للهمزة، الهمزة من حروف الاستفال، حروف الاستعلاء فقط خص ضغط قض، الهمزة لا تفخمها العرب أبدا، لا نقول رآه وإنما رآه. أيضا مستقرا، انتبهي للراء لأن الراء مفخمة، لا نترك الكسرة التي سبقت الراء تؤثر على الراء المفتوحة بعدها. فيما يتعلق بالخلف عندنا في الآية 37 وهي قوله تعالى فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال، هكذا وصلا أتمدونني بيا، قرأ نافع رحمه الله وأبو عمرو قال أتمدونني بمال من دوني، قرأ حفص رحمه الله بمال فما آتاني الله، آتاني وصلا أثبت الياء مفتوحة نافع رحمه الله وأبو عمرو وحفص، أما في الوقف فإن قالون رحمه الله وحفص رحمه الله وأبو عمرو رحمه الله يثبتون الياء ساكنة فما آتاني أو يحذفونها فما آتان، أما ورش رحمه الله فإنه يحذف الياء إذا وقف فما آتان، طبعا ننتبه للتقليل لورش بخلفه يعني يفتح ويقلل. في الآية 40 وهي قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به، أنا آتيك طبعا أثبت الألف نافع رحمه الله، طبعا هذا في حالة الوصل أثبت الألف نافع رحمه الله، أما البقية فإنهم يحذفون الألف باستثناء أبو جعفر، أبو جعفر يعني أبو جعفر رحمه الله ويثبت الألف مع نافع وصلا، أما إذا وقف فكل القراء يثبتون الألف، قال أنا آتيك، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا، بتقليل الراء والهمزة قرأ ورش رحمه الله وبإمالة الهمزة قرأ أبو عمرو رحمه الله، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر، ليبلوني بإسكان
الياء قرأ أبو عمرو رحمه الله وحفص ليبلوني نافع أشكر بهمزتين، الثانية مسهلة مع إدخال ألف بينهما قرأ قالون وأبو عمرو. أما ورش رحمه الله فله وجهان، إما أن يسهل الهمزة الثانية من غير إدخال أو يبدلها ألفا مع المد الطويل. الوقت انتهى، بقيت بعض الكلمات لعلنا نرجئها إن شاء الله للحلقة القادمة. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله. ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمنحها وترى عين الرحمن وصدور تشتاق إلى القرآن.